استخدم هاي القاعدة، ولكن بدي احكي جملة منفية، negative، نفي. شو رح نعمل؟ سهلة جدا، subject plus am is أو are plus not. هاي not هي اللي رح تحول الجملة من الإثبات إلى النفي plus verb ing. لو شفنا isn't هي نفسها is not، شفنا aren't هي نفسها are not، ولكن مختصرة. For example، علي isn't studying now. علي isn't studying now يعني علي لا يدرس الآن، يفعل شيئا آخر ولكنه لا يدرس. لو أنا شلت الـ isn't وحكيت علي is studying now معناها علي يدرس الآن، بس لما حطينا isn't نفينا فعل الدراسة isn't studying now. طيب لو إحنا بدنا نكون سؤال على هاي الجملة أو على هاي القاعدة، في عنا نوعين من الأسئلة تعودنا عليهم. أسئلة بتكون الإجابة عنها yes or no، وأسئلة بتكون الإجابة عنها بجملة. طيب القسم الأول، لو أنا بدي أسأل سؤال وتكون الإجابة عنه yes أو no، شو رح نعمل؟ كالتالي، رح نحط is أو are في بداية الجملة plus السبجكت. رح نعكس هنا، هنا إحنا تعودنا في الجملة نحط بالأول السبجكت بعدين الآم والإز والآر، هون لا، رح نعكس، رح نحط بالأول الإز أو الآر، بعدين راح نحط السبجكت، وبعدين راح نضيف فيرب الاي ان جي، وما ننسى الكويشن مارك. الاجابه راح تكون يس السبجكت از او ار او ام، نو السبجكت از او ار او ام. القسم الثاني هو الدبليو اتش كويشن، يعني السؤال اللي بيتكون من دبليو اتش كويشن، يعني وات وير واي، اين، لماذا، متى. رح يكون ترتيب السؤال كالتالي: WH بالأول، بعدين is أو are plus subject plus verb ing تكملة الجملة وعلامة السؤال. For example، what are you doing؟ what are you doing؟ ماذا تفعل؟ هل هون رح أحكي لك yes I am أو no I am not؟ لا، خطأ، رح تكون الإجابة بشكل جملة: what are you doing؟ نطلع على الفاعل هون you، اليو مباشرة بتتحول لإيش؟ بتتحول إلى I، والآي شو رح تأخذ؟ رح تأخذ أم، بنحط الفعل وبنضيف له آي إن جي. على سبيل المثال I am eating، أنا أكل الآن. What are you doing؟ I am eating. ممكن أسألك Are you studying now؟ Are you studying now؟ هل أنت تدرس الآن؟ شو رح تجاوبني؟ رح تجاوبني جملة ولا yes ولا no؟ أكيد رح نجاوب يا إما yes يا إما no، وتحكي لي yes I am أو no I am not. Is ليلى sleeping now؟ yes she is أو no she isn't. is أحمد swimming at the moment؟ يا إما yes he is أو no he isn't. قاعدة سهلة جدا وبسيطة، اكتب وشرح القاعدة على الدفتر.